مساء الخير عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بتمام الصحه والعافيه. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، فالبنات مرحبا بكم في فيديو جديد ديال ليدن. نشوفوا اليوم البازار، فشنو جابوا في البازار ان شاء الله نشوفوا الجديد. فاذا كيهمكم الامر بقاو مع الفيديو، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه منساوش البنات الاشتراك وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما. فاول حاجه البنات نبداو حنايا، كتشوفوا جابوا لي سوشوار على الشكل هذا. فكاينين بزاف ديال اللوينات بدا بالنسبه للسوشوارات، فجايبين فيهم ثلاثه ديال اللوينات، فيهم الاسود وكذلك البيستاج خضر كتشوفوا هو لتحت، وكذلك الغوز. فاللوينات ما شاء الله كيحمقوا فيهم، فكيف كتلاحظوا. فبالنسبه لهاد السوشوار يعني ديال التنشف وكذلك ديال تسريح الشعر، كيجيو فيهم جوج ديال الريوس، ففيهم الراس ديال التنشف وكذلك اللي كيجي يعني الفم ديالو مضيق خاص بالتسريح، وكتجي فيهم كذلك واحد الرويس يعني كيدير الماساج للشعر، كتشوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم. كذلك جابوا هاد آلة البابيليس على هذا الشكل اللي كتخدم بالاير كالينتي او الهواء السخين، فهذا هو الشكل ديالها. كيجيو معها طبعا الريوس ديالها كيف كتلاحظوا، ففيها شي خمسة ديال الريوس. فبالنسبة للون كذلك تجيبين فيها الخضر البيستاج والأسود ديالها كذلك، فالثمن ديالها 15. حاجه اخرى البنات كذلك جابوا هاد المرايات هادو ديال المرايات يعني ديال الزوم او مكبرات، كتشوفوا على هذا الشكل هذا، فغالبا تيكونوا فيهم جوج ديال يعني مرايات ديال المكياج، كتشوفوا فيهم الجهه اللي كتكون ديال الزوم وكذلك كاينه الجهه ديال المرايه عاديه، جاوا فيهم جوج ديال الشكيلات. فبالنسبه للمرايات 8، وكذلك هنايا كتلاحظوا جابوا هذه المجموعه ديال لي بروس ديال المكياج او الشيتات ديال المكياج على هذا الشكل هذا، فكتجي مجموعه كامله، وكذلك كتجي حتى يعني لا تخوس ديالهم كيجيو بشكل زوين، غادي نوريها لكم. فبالنسبه لي تخوس فيهم بزاف د اللون، فبالنسبه لهذه يعني الشكل ديال النمر، وكاين هاد الاسود ديالها كتشوفوا، فكيجيو فيها الشيتات يعني لداخل، فكيجيو فيها سته ديال الشيتات، وكيجي كذلك هاد لاتخوص ديالها على هاد الشكل هذا. بالنسبه لاتخوص كي قلت لكم ففيها بزاف ديال اللوينات، كاين فيها ديال النمر وداك الاسود سامبل، وكاين الغوز كذلك، وهذا الثمن ديالهم 5. كذلك جابوا هذا السيت ديال المانيكور، هذه المجموعه ديال المانيكور ديال الاظافر كتشوفوا، فكتجي يعني هذيك لاباغي وكيجيو معاها الريوس ديالها كاملين، فيها تقريبا 7 ديال الريوس. ف15 اورو. حاجه اخرى كذلك فبالنسبه للحمام جايبين هاد البنوارات على هذا الشكل هذا، ففيهم اللوينات كيف كتلاحظوا، كاين السومو والبلون كاسي، وكاين حتى الشويبي، فكيجيو بالحزام، وبالنسبه لهادو كيجيو طويلين شويه يعني ماشي قصارين، والتوب ديالهم كيجي خفيف يعني ماشي بحال دوك البنوار اللي كتعرفوا كيجيو غلاظين، فبالنسبه لهادو كيجيو خفيفين وفي نفس الوقت يعني قطن. الثمن ديالهم 12. كاينين كذلك حتى ديال الرجال جابوهم، وهنايا كتشوفوا الفوطات كذلك جابوهم، فيهم ديال يعني ديال الحمام ديال الدوشا، وفيهم كذلك حتى ديال لافابو، فكتجي هكذا المجموعه كيجيو فيهم
يعني كبيره ديال عفوا ديال لافابو 5 الاورو كيجيو فيهم جوج، وديال الحمام كيف كتلاحظوا كبيره حتى هي. فالثمن ديالها حتى هي 5 الاورو، يعني وحده كبيره او جوج ديال لافابو، يعني الصغار كيجيو فيهم باك ديال جوج. وبالنسبه ليا الحمام كتجي فقط وحده، والثمن ديالهم فحال فحال، يعني 5 الاورو، والثمن ديالهم معقول زوين. وبالنسبه لهذوك الفوطات كيجيو قطن زوينين. كاين حد منظمات هكا ديال الحمام كذلك، جابوا فيهم جوج اللوينات الابيض وكذلك الخضر، فكيجيو رطبين فحال الشكل ديال السيليكون، كيجيو رطبين ماشي قاصحين. فهذا هو الديكور ديالهم، الثمن ديالهم 7. كاين هاد الماريويات كذلك ديال الحمام كتشوفوا 30 اورو. هذا هو الشكل ديالو، فمع طويل ما قدرتش نجبدو من هاد البياس، من هاد الكاخه هادي، جاو مزاحمين بزاف. كاينين هاد الفومبرات هادو او هاد الزربيات ديال الحمام كذلك على هذا الشكل، هذا فيهم حتى هما اللوينات الكري، وكما فيهم الشويبي وفيهم الكري 5 الاورو. كاين هاد السليلات كذلك حتى هما ديال البانيو او الحمام، كيجيو فيهم جوج ديال البياسات، فالثمن ديالهم 5. فيهم البيض والصومو والخضر، وكاين هاد التعالق هادو على شكل فانتوزات او يعني كيتشدوا في الحيط، كيلصقوا في الحيط. فيهم 3 اللوينات، الزرق والصومو والخضر، فالثمن ديالهم 3 الاورو. فبالنسبه لهادو كيجيو انديفيدوال، يعني كل وحده كتلصق بوحدها، ماشي جايين مجموع، ماشي يعني مشروكين. كاين هاد الريوس هادو ديال رشاش الحمام كتشوفوا حتى هما، الشكل ديالهم صراحه زوين، كيجي مودرن والشكل ديالو زوين، كيجي فيها الرشاشه وكتجي فيه كذلك حتى داك التيول اللي كيجي من التحت. وجابوا كذلك هاد القراعي ديال الصابون ديال الحمام كذلك، وجايبين تحت ديال يعني المكان ديال الشيتات، هما هادو طويسات ديال الشيتات. فبالنسبة لهاد الطيسان كيجيو فيهم على البيض، فيهم عفوا البيض والخضر، كاين فيهم حتى الصومو. وكذلك هادو ديال الصابون فيهم هاد الشكيلات هادو بالنسبة ديال الصابونية، فتا هما فيهم اللوينات 3 الاورو كاملو. والقرعه كيف كتلاحظوا 4 الاورو، يعني قرعه ديال الصابون. كاين هاد الكوبوس هادو ديال الباسوره او ديال النفايات، سل ديال النفايات 7 ديال الاورو. كاينين هادو كذلك ديال التواليت بهذا الشكل هادو شيتا. فبالنسبه لهادو فيهم اللوينات، يعني البيض والخضر، وكاين حتى الصومو ديالو، والثمن ديالهم 8. وهنايا كيف كتلاحظوا الطابات، يعني الطابات ديال التواليت كذلك، الغطايات ديالهم كيجيو من الفوق، ف كيجيو ثقيقلين.
فبالنسبه لهادو عندهم واحد السيستم كيهبطوا بوحدهم، يعني عندهم واحد السيستم كيتزدحوش، يعني عندهم واحد السيستم فاش كتهبطوهم كيهبطوا ما كيتزدحوش يعني. وحاجه اخرى كاينين هاد بالنسبه للحويجه ديال النساء، فجايبين بوديات على هاد الشكل تريكوات، فكيجيو جوج ديال البياسات، كاين الكري وكاين هاد البلونكاسي مخطط كتشوفوا، كيجيو جوج ديال اللبسات والثوب ديالهم زوين كتلاحظوا حليت وحده تشوفوا، كيجي الكول ديالها مونتي شويه ولكن ماشي غلاض، يعني خفيفين ديال الربيع 8 اورو، يعني كتبقى جوج حبات كيطيحوا ب4 ديال الاورو الوحده. كاين هاد التريكوات كذلك في الزيتي تاعهم 8، فبالنسبه لهادو كيجيو كولفي. وحاجه اخرى كاينين ماسكاريات على هاد الشكل هذا، كيجيو واحد ورطيط بين ماسكاريات، يعني باك فيها جوج، كيجي مجموعه فيها جوج ديال الماسكاريات، فيهم اوفرتا دايرين فيهم تخفيض 2 اورو كيبقاو، فكاينين ديال الوليدات وكاينين ديال الكبار كذلك. كاين هاد الزربيات كذلك تا هما 10 اورو في الكرونه، كاين غير لون واحد، يعني لون واحد اللي كاين غير كرونه. فبالنسبه للعرض ديالهم كيكون عادي ماشي نرقاق. وكاين هاد السيكان هادو ديال الكولادة او ديال التصبين، كتشوفو كنديرو فيهم الحاجات ديال التصبين 7 اورو، الشكيلات ديالهم صراحة زوينين. وكاين لي تيشورت كذلك بالنسبة للرجال، جايبين تيشورتات على هاد الشكل، كاين هاد الكري هادا، وكاين داك البلو مارين تا هو اللي فيه الكتابة كتشوفو، بالنسبة للي طاي كيبداو من اس من سمول. كاين هاد الموديل هذا كيجي مخطط حتى هو، كيجي مصطيفات يعني من قدام، وكاين هاد البيض ديالهم. فبالنسبه للعنق كيجي في الزيتي ماشي اسود، راه ما كيبانش مزيان البنات في التصوير، انما زيتي هذاك الكول ديالهم فيهم عي هذاك اللوين. وكاين هذا اللي مخطط كتشوفوه هو اللي في البلو مارين اللي وريتكم في الكاخه، 5 اورو كيديروا كاملين. كذلك كاين كسيوات كتشوفوا بالجيب ديال النساء كيوصلوا تقريبا شويه يعني فوق الركبه، ماشي هابطين، كيوصلوا حد الركبه تقريبا، كما هادو ما واصلينش بالنسبه للكري كيجيو ناقص يعني ماشي طوال بزاف، اما هادوك اللي في الاسود والبلو مارين بحال هادو فكيكونوا يعني الركبه كيوصلوا تقريبا الركبه. الثمن ديالهم حتى هما 8. كاين هاد لي تشاندار هادو ديال الوليدات، حتى هما الشكل ديالهم زوين، فيهم اللوينات كاين الزرق وكاين الكري. وكاين الاسود ديالهم كيجي على هاد الموديل بحال هكا. الثمن ديالهم 6 اورو. كاينين هاد لي كورون هادو ديال البنات كذلك، كيجي باك فيه جوج، يعني مجموعه ديال جوج كتجي جوج لبسات فيها. الثمن ديال هادو 6 اورو. كاين كذلك لي تيشورت ديال الدراري، فبالنسبه اللي بغى ينسق يعني مع السروال، فكاين الالوان ديال السروال ديال التندار، كاينين الالوان ديالهم الكري والازرق والاسود ديالهم، يعني اللي بغى يدير لبسه وحده فكاين اللوينات ديالهم. هادو هما الشكيلات، نوريكم التيشورت ديالها كتجي كتحمق زوينه اللوين ديالها. فالثمن ديال هاد التيشورتات 4 كتلاحظوا 3.99. وما نساوش البنات كذلك في لي تيشورت، فكاين هاد الشكل هذا كيجي موزون كتشوفوا، الشكل ديالهم كيحمق فيهم بزاف اللوينات، فكاين هاد الموف والكحل، وكاين كذلك حتى الكري فيهم
فالبنات وصلت الى نهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم نال اعجاب ديالكم، ما تنساوش لي لايك، وفي امان الله وحفظه، ومع السلامه.